تجديد في حال الجواز. هل المرة الفاتت وخلص انها عملت بعض الفراكشن وعادة البولينوميال بتاع النيوميريتور بتكون
بتاعها اقل من الديرمان. يعني دي سكند ديجري، دي فيرست ديجري، ممكن تكون زيرو ديجري، لكن دايما اللي فوق اقل من اللي تحت في الديجري. يبقى نعرف كده ان اي لينير دايناميك سيستم ديسكرايبت الفيزيكال ايكويشن مهما كان الموضوع بتاعها في النهايه هوصل الى الهيبو بس بتاعته عباره عن بولينوميال اس على نظر بولينوميال اس. ايه؟ هاي الايكويشن دي دي من الريلاتيف بروبرتي بتاعت اللابلاس ترانسفورم. احنا مش بنقول ان اللابلاس ترانسفورم بتاع الفيرست ريلاتيف يساوي اس في واي بس، والسكند ريلاتيف بتقول ايه؟ اس سكوير في واي بس. احنا اتفقنا ان اللابلاس ترانسفورم اخذنا انه تحول لنا الديفرنشال ايكويشن الى الجبريك ايكويشن مالتيفيكيشنز اس في واي بس او اس سكوير في واي بس بدل ما كان عندنا make the first transform table. انت عارف ان في functions كتير ال first transform بتاعها عباره عن برضه ratio of a polynomial على another polynomial. يعني على سبيل المثال function اللي هي step function اللي هي تعرفها اللي هي بتساوي f of s over x of s
deed by harsh affections, little spot moments, حاجه من الاثنين. Under the assumption that we have simple roots, simple roots. احنا بنعمل باس ابستراكشن ازاي؟ بنعمل فاكتورايزيشن للمقام. بنجيب الروتس بتاعته. تمام؟ فلو كانوا سيمبل روتس يعني مش متكررين. يعني اي روت اي واحد من دول سيمبل روتس ما بيتكررش، يعني مفيش روت ثلاثة وثلاثة، لا لو في ثلاثة في خمسة وستة وعشرة بس ما عندناش مضمون روس. الكلام ده بقوله بس عشان تبسيط كتابة الوجه، ولكن كانت طالب على السيتر روس وأيضا المضمون روس. لأن دي الطرق للبارشال فراكشنز لو كان عندنا مضمون روس. فإذا كان طالب بس بتساوي بولينوميال على بولينوميال مضروبة في بولينوميال على بولينوميال. لو افترضنا ان f of s دي كانت الصورة دي in general عبارة عن بولينوميال of s b of s over a of s بولينوميال على بولينوميال. الحالة دي الاوردر بتاعها اثنين. In general الاوردر n. So we have n roots. إذا كان الانبوتس من أحد أنواع الانبوتس الكثيرة والمتعددة اللي بنواجهها في البراكتس، والشرط بتاعها إن يكون الكاس مصحوب بتاعها عبارة عن بولينوميال الكاس على نظر بولينوميال الكاس، هنصل إلى أن أيضا الفاكتورايزيشن بقيت الفاكتورايزيشن بيظهر لنا هنا الروتس دول اس 1 اس 2 اس ام، وام بالشرط تكون بتساوي ام. الروتس الآخرين دول هما الروتس بتوع الدينومينيتور الخاص بالتاس ترانسفورم او التانيين. يعني دول هنا دول اس 1 2 اس ام دول الروتس او Thank you.
Returns from nature and drives pressure functions. إذن إحنا بستخدام الباس مصبوغ ثم كيوبس الباس مصبوغ جيبن إن إحنا وصلنا إلى الموضوع بتاع السيستم عملنا له أناليسيس واستخدمنا القوانين بتاعة الفيزيكس والقوانين بتاعة الديناميكس وصلنا للإيكويشن بشكلنا حولناها في الباس مصبوغ وقلنا الـ X والـ S هنساوي إيه؟ إحنا حاطين X والـ T بيساوي كذا ستيت مثلا او ساينوسويد فبالتالي اكس و اس عرفناها وعرفنا السيستم ترانسفر فانكشن بتساوي ايه يبقى الواي او اس بعد الفاكتوريزيشن بتساوي الشكل ده انفرس باس ترانسفور يعني هنا في انفرس باس ترانسفور يبقى السيستم ريسبونس هيكون ايه في ذيس اللي لاحظوا هنا ايه؟ ان الجنرال ريسبونس ده عباره عن سميشن اوف تو بارتس اللي هما الاوزيلري بارت و البارتيكولار بارت. البارتيكولار بارت ده has the same full as يعني اذا كان الانبوت بتاعنا ستيب هلاقي ان ده هيطلع في الكونستنس لو كان في صوت خام هيطلع هنا البارتيكول ريسبونس ده في صورة كونستنت ان جنرال كونستنت بلس رام لو كان ساينوسويد هيبقى زاد ساينوسويد ممكن يكون ده ساينوسويد لو الاس دي يكون شكلها ايه لو كان الانبوت ده ساينوسويد يبقى الاس دي يكون النيتشر بتاعتها ايه؟ ها؟ حد قال كلمة صح؟ مين؟ في حد قال كلمة كده يرفع ايده يقولها مش عارف ها؟ الماجنر لو كانت اسمها الصوت هي اللي جاية لو كانت ساينوسويد بس مش مستمر مع التايم يعني ساينوسويد بيقل او ساينوسويد بيزيد يبقى كومبلكس الجبهه هي بقى كومبلكس نعم عايز يزرع هنشوف دلوقتي مكان كلام ناش الجنرال فور جنرال بتاع سوليوشن بتاع كومبلكس هاز تو بارتس بارتس كونتريبيوتد باي ذا سيستم يكون هو كونتريبيوتد باي ذا سيستم لان كل الروس special functions do related to mean they pulls out the roots toward A they are A of S the roots that A of S are one and two all of them are roots that have A of S so good part of the response contributed by the system. The part of the thing that they mean the exponential functions of Coulomb, S1, though Coulomb may mean the main type of the inputs. We can it goes to them contributed by the inputs. That by the system, our regular system, will take by the input. Tying up, as I say, as an algorithm, in A of S, E, A, E, 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 system characteristic polynomial. إذا سويتها بالصفر قلت إن A أو S تساوي 0 بيسموها السيستم
characteristic equation. And this is some system characteristic equation. Here, polynomial of the denominator, by f of s. It is the root of the slope in the Sandman system characteristic equation. It has to have a polynomial of the polynomial. And get the root of the Sandman system. Tarif system poles, comma, the roots that is denominator, that system transfer function. Leave yourself on system poles, they will look clear on S, it will tell me the system transfer function f of S. In magnitude that I have infinite. So my poles, my trium S, have F of S infinite. Absolutely, we have the roots that B of S. We give you other roots. The system zeros. لما قيم S اللي تخلي F of S بتساوي 0. في عندنا system poles و system zeros. System poles يخلي F of S infinity. System zeros يخلي F of S بزيرو. Any vector we like us to know through time.
عندنا two different functions. واحدة بتكون negative gradient monotonic مع height. أو لو كانت positive يبقى function increasing monotonically مع time. طب لو كانت positive